مالك يما، فيك حاجه؟ مش حاجه يا حبيبي، سلامه قلبك. بس انا حاسك ان فيك حاجه. مش حاجه يا علي، تعبانه بس. نجيبولك حكيم. مش للدرجه دي يا ولدي. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا يا عمي، تعال حظنا حلو نتغدوا سوا. الله يخليك يا ولدي. ها، أنا بس جاي أقول لك حقك علي. مصطفى كيف علي؟ وأنا عارف إنه غلط، بس ما أقصدش. إيه اللي حصل يا أمة؟ وغلط اللي غلطه مصطفى فيكي؟ ما حصلش حاجة يا ولدي. إيه اللي حصل يا أمة؟ مصطفى يا غريب! افتح يا مصطفى يا غريب! فيك إيه يا علي؟ ايه يا علي في ايه؟ اغلط فيهم يا مصطفى؟ بالك يا علي؟ اغلط فيها ولد يا علي الغريب. امي لا يا مصطفى، امي لا. يا علي يا علي، عشان خاطري يا علي، عشان خاطره، عشان خاطري والفك يا علي، عشان خاطره. بالله عليك، عشان خاطري يا ولدي. بالله عليك، عشان خاطري. بالله عليك، عشان خاطري يا علي. الارض خلاص، عشان خاطري. يا عمك يا علي، عشان خاطري يا علي. ولدي خلاص، كبر امك وسط الناس، كبر امك وسط الناس يا علي. خلاص يا ولدي خلاص. مصطفى قوم يا ولد حبيبي، قوم 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 يا ولد. الله يخليك، لا اله الا الله. قوم يا حبيبي قوم. ايه اتفرجوا على ايه؟ كل حي يروح لحاله. يلا يلا يا مصطفى، يلا يا ولدي، يلا يا ولدي، يلا يلا حبيبي. ايوه اسف، انا موافق نقعد انا انت وجليله قدام خالتك نجاة ونخيرها. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.